إذا ضرب في تقريبا في مواقع في مواقع إخوان، إذا كانت تحت درجات صفر يبدأ هذا البرد إخوان في الذوبان، فبعضه إخوان يصل إلى حبات صغيرة جدا بعد أن كانت حبات كبيرة، ثم تصل إلى الأرض بضع حبات أحيانا إخوان، وتسقط في أماكن معينة. الله سبحانه وتعالى يسقط هذه الحبات في أماكن معينة دون الأخرى. طبعا إخواني يذوب حوالي من 40 إلى 70% من هذا البرد، من 40 إلى 70% من حجم من هذا البرد هو الذي يصل فقط 20 أو 30% فقط. طيب إخواني الآن يتشكل البرد زي ما قلنا حقائق علمية. نعم الآن يا إخوان نتكلم عن الحقائق العلمية في القرآن الكريم. تحدث القرآن الكريم أحبتي الكرام في الآية التي هي 43 من سورة النور، تحدث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة بمنتهى الدقة والروعة، بل الله سبحانه وتعالى تحدث في كل من بدء تشكل البرد إلى كثير من الأمور التي يعني تحدث حال سقوط البرد. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. طبعا يزجي في اللغة بمعنى يسوق ويدفع، قال الله عز وجل: أرسلنا الرياح لواقح تلقح الغيوم يا إخوان حتى ينزل المطر. تأتي المرحلة الثانية في القرآن الكريم: ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يدفع ويسوق، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. ما معنى يؤلف؟ أي يجمع بين هذه السحب في مرحلة رأيناها عندما تبدأ الغيوم يا إخوان بالتجمع. هذه المرحلة يقال عنها الغيوم التراكمية. هذه كلمة يا إخوان ركمة أو ركم في اللغة بمعنى ألقى الشيء فوقه بعض بعضه على بعض، تجد أنه ركم الشيء أي وضع بعضه على بعض تماما، كما في الغيوم الركامية حيث تدفع التيارات الهوائية باتجاه الأعلى كما تشاهدين في الصورة يا إخوان، هذه التيارات الهوائية تدفع إلى الأعلى. نعم. ثم هنا يا إخوان في منتصف هذه الغيمة يسقط المطر. طبعا يا إخوان تجد أن القاعدة للغيوم تكون عريضة جدا حتى تشكل الجبل، الجبل قاعدة عريضة ثم أعلاه يكون في أقل يا إخوان قطره. الله سبحانه وتعالى يقول قال ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. المرحلة التالية يبدأ تشكل المطر. تشكل المطر يا إخواني يبدأ هنا في هذه يا إخوان في منتصف هذا الجبل من الغيوم، يبدأ في المنتصف إخوان، لا يكون إخوان في الأعلى، لا يكون إخوان في الأعلى. نعم. وهذا الخط الذي نراه هذا الخط إخوان خط درجة الصفر، درجة الصفر. نعم. فتجد إخوان أن الله عز وجل يقول في هذه الآية يؤلف بين ثم يجعل ركاما فترى إيش الودق يخرج من خلاله. إيش الودق إخوان؟ وهو المطر الغزير. والودق يخرج يا إخوان من جميع أجزاء الغيمة كما نشاهد. قال الله عز وجل فترى الودق يخرج إيش من خلاله، من خلال إيش هذا الغيم الذي قال الله عز وجل فيه فترى الودق يخرج من خلاله. طبعا أحبة الكرام يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا عن فرصة تشكل البرد. كيف تكون الفرص إخوان؟ لا تكون الفرص إخوان إذا كانت تحت متساوى الصفر، لا تكون فرصة مهيئة لإحداث البرد، وإنما تكون الفرصة إخوان في أعالي قمم هذه الغيوم. قال الله عز وجل في كتابه وينزل من السماء من جبال، وهذه إخوان العلماء الذين قالوا عنها إيش إذا بتذكروا قالوا عنها أبراج، قالوا عنها إيه أبراج، قال ينزل من السماء من جبال، وقال من أي من بعض هذه الجبال، من جبال فيها إيش فيها من برد. فالله سبحانه وتعالى
يبين لنا أن هذه يا أخوان الغيوم ليست كلها التي تخرج البرد، وإنما المستويات العالية منها فقط، وهي التي تبلغ درجة الحرارة فيها أقل من صفر. العلماء لاحظها أمر دقيق، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. إذا أحبة الكرام، من برد أي أن ليست كل هذه أخوان الغيوم تخرج منها البرد. طبعا فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. إيش هو يا أخوان؟ فيصيب به، الهاء هنا العائدة لإيش يا أخوان؟ عائدة للبرد. فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. يقول يا أخوان العلماء أن قسما كبيرا من البرد يذوب قبل وصوله إلى الأرض، وقسم آخر يذوب داخل الغيمة. سبحانه، هذا عبر الله عز وجل عنه فيصيب به من يشاء ويصرف عما يشاء. كذلك يا أخوان يتساقط البرد يا أخوان في أماكن معينة دون الأخرى، سبحان الله. فتجد أنه يا أخوان ينزل بغزارة في موقع، والآخر الذي بجانب لا يصيبه، سبحان الله. وذلك بأمر الله سبحانه، أن هذه حبات لا تسقط إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ويصرفه عمن يشاء. الآن يا أخوان بقي شيء جدا رائع جدا في الآية، يقول يكاد سنا برقه يذهب إيش يا أخوان؟ بالأبصار. يذهب بالأبصار، يقلب الله ليل ونهار. لاحظ أحبة الكرام، يقول الله عز وجل ما العلاقة، يقول طبعا لاحظ ما العلاقة يا إخوان بين البرق، بين البرد والبرق. يقول الله عز وجل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يا إخوان عام 2002 قام أحد الهواة بتصوير صاعقة أو برق يا إخوان نزل بجانبه، فصور يا إخوان هذا البرق على بعد يا إخوان بضعة أمتار. هذا الهاوي يقول وهو يتحدث، يقول كاد بصري أن يخطف، يعني كدت أن أصاب بالعمى عندما صور إخوان هذه الصاعقة التي نزلت. ويقول العلماء إخوان أن أكثر من 1,000,000,000 يا إخوان تقريبا، التوتر العالي في هذه إخوان الغيمة هو تقريبا أكثر من تقريبا 100,000,000,000 فولت. يعني يا إخوان تخيل إخوان الآن إحنا الصاعقة الكهربائية حوالي تقريبا بالمئات، نستطيع أن نقيمها، تستطيع أن تحرق إنسان إخوان في 5 دقائق. الآن إخوان الكهرباء في البيوت هي حوالي 120 فولت. ماذا إخوان إذا ضربت ولد صغير أو ولد أو إنسان تحرقه، فما بالك هذه الصاعقة التي تبلغ درجة حرارها أكثر من الشمس ب10 مرات. يقول أهل العلم على أنه إخوان هذه الصاعقة التي تنزل من السماء درجة حرارها أكثر بأضعاف 10 أضعاف من حرارة الشمس، أي تحرق الإنسان في ومضة، تحرق إنسان كامل.